أصحاب السعادة، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن المتطوعين والعاملين في الهلال الأحمر القطري، يسرني أن أعرب عن شكري العميق للمجلس الأعلى للصحة وشركة شل ومسؤولي شركة فليمينغ غولف لحرصهم المقدر على دعوة الهلال الأحمر القطري المشاركة في هذا المؤتمر الصحفي الهام والخيري. ونحن من جانبنا نود أن نؤكد لهم أننا على استعداد لتوفير كل الإمكانيات والخبرات المتاحة للمساهمة في إنجاح هذا المؤتمر وتحقيق الأهداف المشهودة منه. وكما تعلمون فإن الهلال الأحمر القطري له باع طويل في مجال الرعاية الصحية، ولديه عشرات البرامج الصحية والتثقيفية الاجتماعية التي تخدم المواطنين والمقيمين على حد سواء، بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الصحة العامة في البلاد في إطار دوره المساند للدولة في سياساته الاجتماعية والإنسانية داخليا وخارجيا. وفي ضوء الأهداف الإنمائية الطموحة لرؤية دولة قطر الوطنية 2030 والتوجهات البناءة التي تنتجها حكومتنا الرشيدة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وتسعدنا المشاركة في هذا المؤتمر الهام الذي يحظى بدعم رسمي من الدولة متمثلا في الرعاية الكريمة من سعادة وزير الصحة للسيد عبد الله بن خالد القحطاني ومساهمة المجلس الأعلى للصحة الذي نفتخر كثيرا بشراكتنا الاستراتيجية معه في إنشاء وتمويل المرافق الطبية وإطلاق حملات التوعية الصحية مثل حملة وقاية. الحقيقة دور الهلال الأحمر دائما جهة مساندة للدولة، فالهلال لديه برامج يعني لم تبدأ طبعا مؤخرا، برامج يعني موجودة ومعتمدة ونعمل عليها مثل التثقيف الصحي، وهو يشمل جميع القاطنين في دولة قطر. فتوجد برامج وتثقيفية حقيقة، لكن البرامج المراكز الصحية اللي طبعا الشراكة مع المجلس الأعلى للصحة ويديرها الهلال، يوجد حاليا اليوم ثلاث مراكز تعمل، والمجموع الكلي لها سبع مراكز تحت التجهيز والإنشاء. وأكبر مركز في قطر بيكون للعمالة إن شاء الله بيفتتح قريبا بإذن الله. طبعا هذا في مسمير إن شاء الله، لكن هذا العمل ليس فقط يعني مثل ما قلت لك، أرجع للبداية، أن الهلال الأحمر دائما في التثقيف وفي الرعاية الصحية وأي نواقص تكون موجودة وأشياء لا تعمل، لكن المجلس الأعلى للصحة هو طبعا الأساس الداعم الأساسي لهذه المشاريع. طبعا احنا نشكرهم مرة أخرى على تعاونهم مع الهلال الأحمر، لأن هذا قدرنا نحقق حقيقة الوصول والانتشار لأكبر عدد ممكن من هذه الفئات اللي تحتاج توعية يعني في هذه النواحي. وحملة وقاية طبعا نحن لم نوقف حقيقة، هي مستمرة في المراكز ما زالت مع من حين إلى آخر تكثف للوصول للعمال في أماكنهم يعني، فهذا شيء طيب الحمد لله، وإحنا راضين كل الرضا عن هذا البرنامج اللي أعتقد أن الفائدة منه كبيرة. الأعلى للصحة هم اللي بيفتتحون هذا المركز إن شاء الله. أما ما يخص التخصصات فإحنا ولله الحمد أعتقد أن إحنا مغطين كل التخصصات المبدئية، حتى إلى درجة أن عندنا غرف طوارئ مبدئية. لكن لا تنسى أن احنا الرفيرل ولا التحويلات للمستشفيات الرئيسة إذا في حالات تحتاج يعني تخصص أكثر، فإحنا نسوي كل العلاجات المبدئية يعني، عندنا حتى الأسنان والأشعة والأمور التحاليل الطبية ونعملها، لكن إذا كانت في حالات تحتاج عناية أكثر يحول مستشفى حمد والجهات حقيقة التخصصية الأكثر. لكن إحنا في الوقت الحالي ولله الحمد أعتقد أن مغطين تقريبا 90% من كل الحالات اللي جينا، وحتى اللي يحال يعني الجهات الثانية يعني قليلة جدا.
نتمنى من الله طبعا أن زيادة، لكن يعتمد على الحجم من المراكز هذه بيكون فيها قدرات أكبر. يعني المراكز الجديدة بيكون بدل عيادتين أسنان بيكون فيها تقريبا 8-9 عيادات أسنان، فهذا طبعا بيكون استيعاب أكبر وعلى الزيادة الطبيعية للعمالة.